عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة كده يا اولاد، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ثاني حاجة حبايب قلب، اشتركوا في القناة عشان اوصل لكم منه كل جديد. بصوا يا اولاد، احنا معانا الحمامة زي ما انتم شايفين كده، حاطين لهم يا اولاد العيش المبلول زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بصوا يا اولاد، العيش المبلول ده بيحبوه جدا جدا على فكرة يا اولاد، وحلو عشان ايه؟ عشان البيض وكده. ف العيش ده كويس اعتمدوا عليه عشان الانتاج يا اولاد والبيض. ورب الفيديو يكون عجبكم. سبتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.